هذا واكدت معالي السيده فوزيه بنت عبد الله رئيسه مجلس النواب اكدت ان المشاركه الفاعله من المواطنين في الانتخابات النيابيه والبلديه دليل واضح وراسخ على مواصله التقدم للمسيره الديمقراطيه البرلمانيه لمملكه البحرين في ظل المشروع الاصلاحي والنهضه التنمويه الشامله لحضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى الخليفه ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه. كما اشادت رئيسه مجلس النواب بالاقبال الكبير من الناخبين البحرينيين على العمليه الانتخابيه وصناديق الاقتراع منذ الساعات الاولى لفتح اللجان الانتخابيه